هذا اش غادي يقول لك؟ ربي كيقول لك المراه هي اللي خصها تكون جميله وتكون زوينه، وانا يا وجهي حره فيه كندير داكشي اللي كيعجبني انا واللي كيرضيني انا. نتوما ما عجبكمش الحال ما يمكنش ندير داكشي اللي كتبغيو نتوما. انا نقدر نعطيكم داكشي اللي كتبغيو في الفن، شي حاجه خاصه بيا ما يمكنش تدخلوا ليا فيها وتحكموا فيا. يعني كندير داكشي اللي كيرضيني انا بحكم راسي انا، ولكن في الفن نقدر نقول لكم الراي ديالكم كيهمني بزاف. لا ما مشاغبه ما والو، سول عليا الناس اللي قراب ليا والناس اللي كيعرفوني، ما عندي لا مع شغف لا والو، انا كنمشي في جنب الحيط زوينه بزاف هي مع الناس اللي قراب ليا، ماما خالتي وخوتي وليداتي، صافي هادشي اللي كاين. وراه ماشي غير امي مبعزيه اللي عندها اعداء، كاع الفنانه كيكون عندهم ناس اللي كيبغيوهم وكيكون عندهم الناس اللي ما كيبغيوهمش كينتقدوهم. يعني داك اللي كينتقدك مادام كينتقدك والا كيبغيك، مادام كينتقدك والا كيتفرج فيك، داكشي علاش كينتقدك. كون ما كانش تيبغيك ما غاديش يتفرج فيك ويكتب لك ويعطيك شي انتقاد خايب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.